آخر نجمة من نجومنا اليوم الأستاذة أفراح سلومة التوماني من السعودية في تعليم بحرة، ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية. الأخت أفراح طبعا حاصلة على جائزة التميز عام 1432، حاصل على المركز الأول في البحث العلمي على مستوى تعليم محافظة بحرة، وكذلك سفيرة لمنتدى المعلمين الدولي في الرياض، وشاركت في بعض المؤتمرات بأوراق عمل مثل مشاركتها في ورقة خاصة بالأمن القرائي في لقاء التميز البحثي بجامعة أم القرى. راح تتحفنا الأستاذة أفراح اليوم إن شاء الله بورقة عمل بعنوان مبادرة استشراف تعليم اللغة العربية وتعلمها، فلتتفضل. السلام عليكم، يسرني أن أبدأ معكم بمقولة تكتب بماء الذهب لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عندما قال: إما أن نضيف أو نترك العمل لغيرنا، إما أن نتميز أو يأتي غيرنا ليتميز. من انطلاق هذه المقولة أصبح لدي حافز كل سنة وأنا أقدم جديد للغة العربية في استراتيجياتها. مبادرة اليوم تتحدث عن استشراف مستقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها. استهدفت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إعادة هيكلة قطاع التعليم وصياغة حديثة لمنظومة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم عملية الإشراف التربوي ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر، والتي بدورها وضعت قاعدة للتنبؤ بمهارات القرن 21 الواجب إكسابها للجيل القادم ليحقق رؤية وأهداف أمته، وبذلك إدراج تلك المهارات في معايير التعليم والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية. من منطلق هذه المبادرة، أول ما بدأت في وضع المبادرة هي بعض الحلول لبعض المشكلات في تدريس اللغة العربية: عزوف الطلاب عن الإعراب، عن القواعد النحوية، عدم تفهمهم لبعض القواعد. بدأت بعبارة عن تجارب تطبيق أو عبارة عن تجارب وتطبيقات ورؤى مستقبلية لتعليم اللغة العربية. فدائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي التي تبنى على مكامن القوة. وها أنا اليوم أقدم لكم مبادرة المعمل التقني التفاعلي في تعليم اللغة العربية. طبعاً المعمل التقني التفاعلي كان من ضمن استشراف المبادرة الأساسية اللي هي استشراف مستقبل تعليم اللغة العربية. قدمت العديد فيه من المبادرات حتى ضمن من هذه الأشياء، من التي قدمت في العام الماضي عام 1439، وحصلت على الحمد لله على نجاح وارتفاع نسبة قوية للطالبات في اللغة العربية، كان المعمل التقني التفاعلي. فكرة المبادرة إنشاء معمل افتراضي لتعليم اللغة العربية ببناء قائم على الأدوات الرقمية والتجارب التطبيقية والمعادلات النحوية المختلفة لتعزيز المهارات الأساسية لرفع المستوى التحصيلي في مجال مهارات اللغة العربية وفي مجال استخدام الاستراتيجيات والتطبيقات المختلفة لتحسين المستوى الدراسي. رؤية المبادرة تتمحور رؤية المشروع حول تأصيل الهوية العربية الإسلامية من خلال النهوض باللغة العربية باعتبارها لغة تخاطب وعلم وثقافة، وتعزيز استخدامها محلياً وعالمياً. أما بالنسبة لرسالة المشروع، كانت الإسهام في النهوض باللغة العربية من خلال مبادرات تتسم بالإبداع والابتكار. الهدف العام من المشروع أو من المعمل التقني التفاعلي هو دمج التقنية الحديثة في منظومة التعليم، والتي تؤدي إلى رفع مستوى العملية التعليمية ولضمان كفاءة مخرجات التعليم وفق رؤية 2030. هناك العديد من الأهداف التفصيلية: توظيف اللغة العربية في الحياة اليومية، تأصيل عملية التعليم والتعلم من خلال الارتقاء بأداء الطالبات، تفعيل دور اللغة العربية في وسائل الإعلام، إكساب الطالبات اتجاهات إيجابية ومهارات التعامل،
تحقيق الانتشار العالمي للبرامج والمشاريع التي تساهم في تسهيل عملية تعليم اللغة العربية. أيضاً زيادة مستوى التواصل بين المعلم والطالب، توفير بيئة تعليمية تراعي فيها خصوصية المتعلمين. آلية التنفيذ بحيث يسمح للطالبة سحب الأداء المناسبة وتركيب الجمل المفيدة والتحكم في ضبطها، ومن ثم إجراء التجربة النحوية التفاعلية والتعرف على تفاصيل المعادلات النحوية، كما يمكن الاستعانة بوسائل العرض المختلفة لتحليل نتائج التفاعلات النحوية بصورة رقمية بصرية تفاعلية، مما يؤدي إلى إجراء التجارب في بيئة جاذبة آمنة، ومن ثم التأكد ذاتياً من صحة تشكيل الكلمات والجمل بوضعها في الرابط الإلكتروني للضبط اللغوي. أيضاً المبادرة حققت العديد من القيم وعززت الكثير من القيم، كان من بينها التركيز على ترسيخ الهوية الوطنية العربية، كذلك السبق والأخذ بزمام المبادرة في تطبيق كل ما من شأنه النهوض باللغة العربية الفصيحة، القدرة على استخدام البرامج التقنية والأجهزة الحديثة ومواكبة التغيرات السريعة في وسائل التواصل التكنولوجي. طبعاً من مبدأ قل لي وسوف أنسى، أرني وقد أتذكر، أشركني وسوف أفهم. بس شغل لنا الفيديو. كانت بداية التجارب أن وضع للطالبة أول تجربة، تجربة السلم الإعرابي، كانت أكثر مشكلة نواجهها في المرحلة الثانوية عند الطالبة، سهل عليها أنها تقول ما أعرف ولا أنها تحاول أنها تعرف. حاولت نحل هذه المشكلة وهذه القضية عن طريق السلم الإعرابي الأول، الفيديو الأول، أنه تتبع الطالبة في هذه التجربة اللي هي ثلاث خطوات: نوع الكلمة، موقعها الإعرابي في الدرجة الثانية، وأخيراً العلامة حتى يسهل عليها الأمر. والحمد لله استطعنا نتجاوز مشكلة الإعراب. أما بالنسبة للقواعد النحوية، كانت لدينا المعادلات النحوية للقواعد المتشابهة من نكرة زائد نكرة، معرفة زائد معرفة، والعديد أيضاً من التجارب والمعادلات البلاغية. كانت هذه بعضاً من التجارب. بعد ذلك أطلقنا المعمل التقني بثمانية فروع أو ثمانية مبادرات، كان من بينها الإطار التنظيمي لتعزيز مهارات القرن 21 في إجراء مختبر نحوي للغة العربية، في إجراء تجربة بين المبني والمعرب، كيف يتأثر بدخول العوامل الداخلة عليه وكيف يتغير، وكذلك عند تركيب المبتدأ والخبر والعوامل الناسخة والأدوات الناسخة والأفعال، وكيف يحدث التغييرات عن طريق تجارب تطبيقية تم تطبيقها. أما بالنسبة لمقهى القراءة، طبقت رسالة الماجستير وهي حلمي العظيم في الأمن القرائي، كيف تستطيع الطالبة أن يكون لديها أمن قرائي عند قراءة العديد من النصوص، وراح أوضح لكم الخطوات. شغل الفيديو. كان هذا هذه الوسيلة الدوار كانت تحتوي على الثمانية المبادرات. أيضاً من ضمن المبادرات كانت مبادرة المرصد اللغوي، تظل الطالبة ترصد لغوياً داخل الفصل الأخطاء التي تقع بها الطالبات، ترصد لغوياً في مواقع التواصل الاجتماعي في محادثاتها طوال اليوم، وتضعها في المكان المخصص لها في استشراف. أستاذة أفراح دقيقتين. الله. هذه بعض من الشواهد التي نفذت، هذا المعمل التقني، صور للمعمل التقني الذي نفذ في العام الماضي. أيضاً هذه الخارطة التفاعلية للمهارات اللغوية لرفع المستوى التحصيلي، بدأت بردم الفجوة، بعد ذلك اختبارات قبلية والاختبارات البعدية والخطط وقياس الأثر. هذا الدليل التقني بعدد من التطبيقات. هذه استراتيجية الأمن القرائي، أن كلمة الأمن تقوم بتطبيق عدد من القراءات، قراءة استكشافية وتلخيصية وتوضيحية وناقدة وتشاركية، فكل حرف من حروف الأمن يمثل الطالبة مستوى من مستويات الفهم القرائي. هذه بعضاً من أعمال الطالبات. في هذا العام أطلقت خارطة للاختبارات الإلكترونية عبر تطبيق درايف لرفع المستوى التحصيلي للطالبات، كان بشراكة أولياء الأمور بقرابة في منصة أستشرف مستقبلي بثقافة أسرتي، والتي تضم 54 ولية أمر، كذلك فتح منصة للأنشطة الإثرائية والخطط العلاجية. آخر مبادرة قدمتها في هذا العام والتي هي في طور التنفيذ، مبادرة هاكثون
الابتكار اللغوي وهي سباق البرمجيات اللغوي، استقطب 15 خريجة للحاسب في عقد شراكة مع رائدات التقنية المدعوم بجوجل لعقد البرمجيات الخاصة بالروبوت والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع ما أطلقته اليونسكو اللغة العربية والذكاء الاصطناعي. شكراً للجميع على حسن الاستماع. شكراً للأخت فراح، الحقيقة تجربة ثرية ومنوعة.